من يتواصل هالمهرجان، اي ثالث رابع مهرجان اعتقد، شيء جدا طيب، وهذا يساعد الشباب. احنا انا اشوف معظم اللي موجودين شباب، فهذا يشجع الشباب يعني باندماج بهذه الاعمال. واحنا كذلك فنانين تقريبا فوق 20 فنان تشكيلي ساهموا برسومات تخص المسرح يعني كتشجيع لهذه. واشكر سمو الشيخ خالد على هذه يعني المهرجانات الكبيره المهتم فيها، وانا لاحظت يعني مجهود من كل الفنانين، استاذ عمر كمال دقيق باختياره كل شيء، فشيء طيب بالعكس، هذا يساعد الشباب ويساعد، صار دمج بين كل الفنانين، تمثيليين مخرجين ومصورين رسامين حتى مصورين، ما شاء الله معظم المصورين بحرينيين شباب، يعني شيء طيب هذا، انا اهني هالشيء.